مشاهدينا عبر قناة الإيمان مستمعين عبر أثير إذاعة البشائر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم على الهواء مباشرة في برنامجكم الأسبوعي فقه الشريعة رسم القرآن الكريم بتعاليمه وآدابه صورة إنسانية رائعة للعلاقة بين الآباء والأبناء كما حث على صلة الأرحام لتبقى العلاقة بين الأهل والأقارب على افضل ما يكون من الترابط والموده والرحمه وهذا كله ينعكس على المجتمع الكبير بمزيد من الاستقرار وهنا نجد ان الاسلام قد اولى اهميه فائقه لموضوع بر الوالدين فالله سبحانه وتعالى وفي مواضع متعدده من كتابه العزيز يامر بعبادته اولا ثم يشفعه بامر الاحسان الى الوالدين ويقول في محكم كتابه: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. صدق الله العلي العظيم. فما من تكليف بعد العبوديه لله المتعال اوجب من تفقد احوال الوالدين والاحسان اليهما. فما هي وجوه الاحسان الى الاولياء؟ وكيف يمكن للانسان ان يحافظ على صله الرحم؟ هذه الاسئله وغيرها اليوم يجيبنا عنها فضيله الاستاذ الشيخ حسين عبد الله عضو الهيئه الشرعيه في مؤسسه العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله رضوان الله تعالى عليه. كما نذكركم ان بامكانكم التواصل معنا عبر الارقام التاليه صفرين 961 واحد ثمانية اثنان تسعة اربعة او سفرين تسعمية واحد وستين واحد ثمانية ثلاثة واحد ثمانية صفر وأيضاً على الواتس آب صفرين تسعمائة وستين ثلاثة تسعة تسعة ستة ثمانمائة وأيضاً يمكنكم التواصل عبر صفحة البرنامج على الفيسبوك أهلاً ومرحباً بكم سماحة الشيخ مرحباً. أسعد الله أوقاتكم أيامكم إن شاء الله طبعاً قبل أيام كنا على أو كنا مع موعد أو كنا في في كما يقول نعيش ذكرى أجواء عيد الأم سماحة الشيخ يعني طبعاً عيد الام هو تشريع على ما يبدو تشريع انساني كما هو عيد الاب. يعني الا تعتقدون ان عيد الاب او عيد الام يكرسان مظاهر القرب والاحسان للوالدين. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. وبدايه نقرا الايه المباركه التي ذكرت قال تعالى: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة <applause> وقل رب ارحمهما كما ربياني صغير بالتأكيد يعني أكيد هذان هاتان المناسبتان مناسبتان تكرسان صحيح يعني الإحسان إلى الوالدين والإحسان إلى الوالدين أمر واجب شرعا الله سبحانه وتعالى قرن الاحسان الى الوالدين الى الحديث عن توحيده عز وجل. بمثل هذه الايه وايات اخرى، الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، ان اشكر لي ولوالديك. في العديد من الايات يقرن الله عز وجل الاحسان الى الوالدين والشكر للوالدين يقرنه بشكره بالشكر لله عز وجل وبتوحيد الله عز وجل. هلا من باب الفائده يعني بعض مم. العلماء يعني يذكر يعني هنا نقطة لطيفة يعني ملاحظة يعني بمعنى فائدة لطيفة أنه لماذا يعني عند ذكر التوحيد يذكر الوالدين عند ذكر التوحيد فيقول بأنه يعني التفاتة جيدة فيقول بأنه في في انشداد وانجذاب الولد بفطرته إلى والديه شيء من التوحيد فهو يعبر عن فطرة الإنسان في الانشداد إلى خالقه فالوالدان هما السبب المباشر مه. الذي جعله الله لوجود هذا الولد مه. والله سبحانه وتعالى من ورائه ما هو الخالق ومسبب الأسباب مه. فهذه الفطرة في انشداد الولد إلى والديه هي تعبر عن هذه الفطرة في انشداد المخلوق إلى خالقه, خالقه. انشداد العباد إلى ربهم عز وجل الذي فطرهم وسواهم وخلقهم مه. فلذلك يعني نرى مسألة الحث على الشكر للوالدين، على الاحسان للوالدين وعلى بر الوالدين، وقد ورد في بعض الاحاديث عن النبي صلى الله عليه واله لما سئل عن حق الوالدين على ولدهما قال هما جنتك ونارك، ومعنى انهما جنتك ونارك انهما سبيلك اما الى الجنه بالاحسان واما الى النار من خلال العقوق، وعنه صلى الله عليه واله وقد ساله ابن مسعود عن احب الاعمال الى الله تعالى. ما هي أحب الأعمال إلى الله قال صلى الله عليه وآله الصلاة على وقتها أهم الأمور والصلاة عمود الدين قلت ثم أي يعني بعد الصلاة أيها أقرأ أحب الأعمال إلى الله قال بر الوالدين وأيضا عنه صلى الله عليه وآله من بر والديه طوبى له زاد الله في عمره وعنه صلى الله عليه وآله رضا الله في رضا الوالد <applause> وسخط الله في سخط الوالد فمن هنا وأحاديث أخرى عديدة جدا من هنا ندرك أهمية الإحسان إلى الوالدين أهمية بر الوالدين وعندما نحتفل بمناسبة كمناسبة الأم أو مناسبة الأب وعلى فكرة يعني الاهتمام بالمناسبات بالأم عم بيكون أكثر من الأب أكثر من الأب <applause> اللي هو باعتبار وصية النبي صلى الله عليه يعني مش قضية أنه يعني هذا شيء سيء لا بس مهم من نقلل الاهتمام بالاب وبعدنا عم نقرا الحديث رضا الله في رضا الوالد وسخط الله في سخط الوالد فكما نهتم بالام ونعمل اهتمام ما ينبغي ويجب ان نهتم ايضا بالاب يعني كلا الوالدين كلاهما يعني على الانسان ان يشعر باهميتهما وان يعيش يعني في حياتهما قريبا منهما لاصقا بهما يعني يرى وينظر في حوائجهما ولا يؤذيهما يعني هذا هو المطلوب والواجب شرعا والا يعني رح نتحدث بعد قليل عن مساله والا العكس بيكون بالاذاء والعقوق ويعني ما اكبره واعظمه من اثم واثار خطيره في حياه الانسان لناحيه العمر والرزق والتوفيق وما الى ذلك هلا الناس يعني احيانا الملاحظ انه كما يذكر اكثر من مره إنه أحياناً بالكلام بالمناسبات يعني بنحاول نتغنى بالأم وبعيد الأم والأب لكن الأساس هو التصرف والواقع والعمل. ليس عيد نحتفي ما. به فقط مولانا يعني ليس كلمات. الحلويات وليس كلمات نتغنى بها الأرب. على وسائل التواصل لابد أم... فقط. عسنت. لابد, لابد أن نطبق هذا أن نطبق هذا الأمر. يعني بتشوف أحياناً في يعني هناك اولاد يهتمون بآبائهم يعني وبتلاقي انه يكرس حياته ويفني حياته احيانا البنت في البيت او حتى الولد يعني احيانا البنات اكثر لذلك يعني فانهن المؤنسات لا تكره البنات فانهن المؤنسات الغاليات يقول النبي صلى الله عليه وسلم احيانا البنت اكثر من الشاب بيهتموا لكن فاذا في اولاد يعني يكرسون حياتهم في خدمة الوالدين ونعم ما ونعم التصرف، لكن بالمقابل وللاسف وبتتفاجئ انه في اولاد يعني ينبذون أباءهم يؤذون أباءهم بسبب بعض الخلافات بسبب بعض يعني مسائل الماده والارث وما الى ذلك وبده يورث والديه قبل ان يتوفيا كمان وبده يعني, يعني يعني ينظر للجانب المادي في المقام وحتى انه بعضهم يعني بالخلافات بالارث وتوزيع المال احيانا مثلا بتلاحظ انه واحد بيقول والله انا خدمت والدي وانا كنت حد وكانه خدمه الوالدين هو لاجل النفع المادي والفائده الماديه اللي سرح تطلع له من <applause> الارث من بعدهم لا خدمه الوالدين لابد ان تكون قربة الى الله سبحانه وتعالى بغض النظر انه رح يجي فائده ونفع من هذين الوالدين ام لا هو العمل لله سبحانه وتعالى <applause> فاذا في بعض الابناء بتتعجب اشد العجب يعني يصل لإيذاء عندهم الى الوالدين لحد الطرد من المنزل ولحد الاهمال ولحد الصراخ في في وجه الوالدين ولحد م. يعني الاذيه والكلام النابي وما الى ذلك واحيانا لحد الضرب وهذه من اشد الاثام والذنوب طبعاً. الذي لا يجد لا يجد معها الانسان رائحه الجنه م. طبعا كما كما سنذكر في بعض اذا ما دام مولانا قد فتحت الحديث م. على مساله العقوق ومساله الاذاء لانه فعلا يعني مساله عقوق الوالدين هي مصطلح فقهي سماحه الشيخ قد نجد في مجتمعاتنا العربيه والاسلاميه الكثير من الناس يجهل مساله عقوق الوالدين للاسف الشديد قد نجد يعني هناك جهل في تعامل الابناء مع الاباء مولانا فيما يتعلق بالعلاقه والخصومه وما شابه ذلك. دعنا نوضح مولانا مساله عقوق الوالدين وخطورتها في نعم. الاسلام نبلش بحديث الامام الصادق عليه سلام السلام الله عليه. في تعليقا على قوله تعالى مهم. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما قال الامام الصادق عليه السلام ادنى العقوق اف هذه كلمه اف اللي اصلا هي احيانا يعني يمكن حرف أحياناً مش بس حرفين احيانا بتطلع حرف واحد بلسان في فم الانسان آه هذا ادنى العقوق قال عليه السلام ولو علم الله عز وجل شيئا أهون منه لنهى عنه يعني لو في أدنى من كلمة أف لنهى الله عنها وأدنى ما يتحقق به العقوق أنك تقول أف يعني وأحيانا تصدر من الإنسان وأحيانا مع حركة يد أو هيك اشمئزاز على الوجه أو يعني تهجم عفوا تجهم على الوجه يعني بأفرض بيطلب منه تطلب منه أمه طلبا معينا يطلب منه والده طلبا اوف هذه أفص أفص مولانا. هذا هو عقوق بحد مم. ذاته وعنه عليه السلام في قوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة مم. إذا نلتفت للأحيان الواحد يعني بيقرا الآية من دون ما يلتفت لمعناها وبعض مضامينها فهنا نلتفت لهذه الآية الله سبحانه وتعالى عم بيقول للأبناء واخفض لهما جناح الذل من الرحمة قال عليه السلام لا تملأ عينيك من النظر إليهما هلا فينا لا تملا بمعنى ان لا تملا وفي نهي ممكن نقراها نهي لا تملا يعني ينهى لا تملا عينيك من النظر اليهما الا برحمه ورقه ما فيك تنظر اليهما نظر هيك غضب واستياء ولا ترفع صوتك فوق صوتك فوق اصواتهما يعني اذا عم يتكلم الاب والام ما بتعلي صوتك على صوتهم ولا اذا ولا يداك فوق ايديهما عم بيتكلم ويحرك ايديه وكذا امام والديه ولا تقدم يعني لا تتقدم ولا تقدم قدامهما انت ماشي مع والديك مع والدك ذاهب الى سوق الى مكان الى زياره وما الى ذلك ان لا تتقدم لهالدرجه مراعاه الادب يعني الاسلام يعلمنا الادب اذا بيعلمنا الادب مع المجتمع ومع افراد المجتمع ومع الناس فكيف مع الوالدين فهذا يعني وهون كمان ملاحظة يذكر بعض العلماء يعني وفق الأحاديث الواردة أن الله يعني حرم أن يذل الإنسان نفسه إلا في موضعين يعني بمعنى هذه الذلة المذكورة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة أمام الوالدين مش حرام تذل نفسك يعني واحد بيقول والله ما بقبل بي يحكي معي بهالشكل عيط أو يصرخ ما بقبل أم تصرخ عنده عنفوان عنده لا أمام الوالدين الله عم بيقول واخفض لهما جناح الذل أمام الوالدين دليله الآية الشريفة وأمام المعلم من علمني حرفا كنت له عبدا عبدا بمعنى أنه التلميذ المطيع يعني البار بأستاذه وأيضا ورد عنه عليه السلام في قوله تعالى يعني عم بفسر الآية يقول فلا تقل له لهما أف ذكر أدنى العقوق واخفض لهما جناح الذل أن لا تملأ عينيك لا ترفع صوتك ولا يدك ولا تتقدم أمامهما وايضا وقل لهما قولا كريما، لاحظ هنا الالتفاته، يعني ان ضرباك فقل لهما غفر الله لكما. شو بالنا ساعتها بالشخص الذي يصرخ في وجه والديه ويرفع احيانا بعض الناس يعني الالات مثل عصا او سلاح في وجه والديه، وهذه يعني امثله حاصله انه يرفع السلاح احيانا في وجه والديه. وايضا يقول النبي صلى الله عليه واله بالنسبة للعقوق وخلينا منيح أنه يعني نتأمل في هذه الأحاديث حتى الإنسان يحس بخطورة العقوق وإذاء الوالدين يقول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يقال للعاق من عاق من عق والديه يقال له اعمل ما شئت فإني لا أغفر لك يعني الله عز وجل يخاطبه يتوجه إليه بالكلام اعمل ما شئت فإني لا أغفر لك وأيضا من أحزن والديه فقد عقهما وعقوق الوالدين من الكبائر لأن الله جعل العاق عصيا شقيا وهون بعض الأحاديث محلي بكمية بهالحديثين ملفتين مهمين جدا ايه؟ وعنه عن الإمام الصادق عليه السلام من العقوق أن ينظر الرجل خلي يسمع كل الأبناء ونسأل الله أن يجعلنا من البرين دائما إن شاء الله ما في ما في أجمل وأحلى من واسلم لبراءة الذمه وللضمير وراحه للضمير انه الانسان الولد يحس حاله عاش مع والديه طيله فتره حياتهما وما اذاهم، كان دائما متذلل امامهما يعني متواضع خاضع لهما ينظر في الحوائج كما ذكرنا بيحكيهم بكلام لطيف يطلب الرضا منهما، لاحظ هذا الحديث من العقوق ان ينظر الرجل الى والديه فيحد النظر اليهما. بعض الابناء بيعملوها ام لا بتطلع عليها تطليعه غضب تطلع هيك يحد النظر هذا من العقوق حتى على مستوى النظره مولانا اكثر من هيك مم. من نظر الى ابويه كمان خلينا نسمع عمي الابناء كلهم من نظر الى ابويه نظر ماقتا كاره كره يعني مثل ما قلنا غضب واستياء من نظر الى ابويه نظر ماقتا وهما ظالمان لا مش هو الظالم لا إلون. لا هن الظالمين مم. الوالدان يظلمان الولد ومع ذلك إذا نظر إليهما نظر ماقتا لم يقبل الله له عملا مع أنه معه حق وهن عليهم حق وعم ينظر له نظرة مقت وكره وأفرد استياء وغضب وما إذال ويحب النظر لم يقبل الله له عملا والإمام الصادق عليه السلام يقول العقوق يعقب القلة ويؤدي إلى الذلة يعني من عواقب العقوق وآثاره في الحياة الدنيا قبل حساب الآخرة يعقب القلة شو يعني القلة؟ يعني مم. الفقر مم. قلة ذات اليد إذا العقوق أحيانا بيقول لك الإنسان والله رزقتي قليلة مش طبعا مش كل اللي بيكون رزقه قليلة عاق والديه بس هذا من الأسباب مم. أحيانا إذا عق يعني هذا من نتائج العقوق الفقر وأيضا ويؤدي إلى الذلة مذلة الإنسان وتعرضه لما لما يذله ويجرح كرامته امام الناس وما الى ذلك نتيجه العقوق. طبعا مولانا هناك اشكال يتفرع من خضم هذا الكلام بطبيعه الحال كما تفضلتم ان الشريعه الاسلاميه تحرص على طاعه الوالدين ولعل كما ذكر حتى يعني الامثله البسيطه مولانا قد تتحرى فيها الشريعه. نعم ولكن مولانا في المقابل كسؤال او كاستفتاء يعني نجد احيانا بعض الاولياء يظلمون ابنائهم مولانا في هذا الموقف كيف يتصرف بالمقابل الابناء مع الاولياء حتى مع ظلم الاباء اليهم صحيح هل هناك عقوق مولانا هل رد المثل هو الايه الكريمه وان جاهداك على ان تشرك به وان جاهداك على ان تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما لانه لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق لكن شو وصاحبهما في الدنيا معروف يعني حتى لو كانا مشركين <applause> مثل ما قلنا هون حتى لو كانا ظالمين على الولد ان يصبر على اهله ان يتعامل مع يعني الله سبحانه وتعالى ما اوصى باحد كما اوصى بالوالدين. فلذلك اعظم ال... كما ورد اعظم الناس حقا على الرجل <applause> على على المراه او على الانسان امه <applause> يعني كمان ببعض الاحاديث مثل ما قلنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم امر ببر الام اكثر من بر الاب يمكن لان الاب يعني موقع الاب يمكن اكثر يعني راحه من موقع الام الام اكثر حاجه للحنان وكذا والاكثر وكذا حاجه للرعايه وما الى ذلك يمكن الاب يستطيع ان يقوم بأمرها اكثر من الام لذلك لعله او لجهات اخرى الوصيه ببر الام شدد عليه اكثر فلذلك موضع الكلام انه حتى لو كان ظالمين الانسان ما بيمشي معهم بظلمهم افرض اعطوا رأي خطا، ما بمشي معهم برايهم الخطا، مش انه لانه والدي بدي جاريهم بالخطا، احيانا الوالدان يامران هلا الانسان ب يعني عدم الاعتناء بالدين، بالانصراف الى امور الدنيا، وامور المعاصي وما الى ذلك، صح او لا؟ في والدان يامران أولادهم او يحثان اولادهما على ذلك او برب جو البيت والاسره، لا، تكليف الولد انه يمشي مع الله سبحانه وتعالى على الصراط المستقيم. مع ما يأمره يأمره به الله سبحانه وتعالى بطاعة الله وبالتقوى وبطريق الصراط اللي الله أمره أن يمشي به، لكن بنفس الوقت أن يتعامل مع والديه بالحسنى، بذلك أكثر ما أن يكونوا مشركين، ما في شيء يعني إن الشرك لظلم عظيم، ما في معصية أعظم يعني أظلم في هذا الوجود من الشرك. نعم ما في شيء أعظم من الشرك، لكن مع ذلك الله سبحانه وتعالى أمرك بأن تبر بوالديك حتى لو كانا كافرين. وأمر أكثر من ذلك بالبر بالوالدين في حياتهما وبعد موتهما حتى بعد الوفاة مطلوب من الانسان ان يبر بوالديه، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول آه يعني بر والديك حيين وميتين مثلا ولذلك ورد عنه لما سئل عن بر الوالدين بعد موتهما قال نعم يعني في بر يستمر البر بعد الوفاة كيف؟ فقال له فقال صلى الله عليه وآله الصلاة عليهما والاستغفار لهما وانفاذ عهدهما من بعدهما اذا هن مرتبطين بعهد بوعد بمسؤوليه بعقد معين ان يعني تنفذ ذلك ان تمشي ان تمضي به وصله الرحم التي لا توصل الا بهما يعني من خلال انك تستمر بالعلاقه مع الارحام واكرام صديقهما هذه يمكن قليل ما حدا بيطبقها حتى اللي بيكون صديق للباي للاب يفرض عليك ان تستمر في اكرامه مم. كما ورد على السر روايه مولانا فعلا هلا يعني نعم. اذا نذكر بعد شيء اخر يعني امر مهم لا بأس. كمان يعني لمن يندم على عدم بر والديه في مم. حياتهما ويتوفيان او يتوفى احدهما الله من رحمته جعل مجالا للانسان ان يعوض ذلك هذه كمان مهمه بعض الناس يعني بيكون غير بار لكن يصدمه وفاه والديه <applause> فيهتز يعني كيانه هو يعني بيوع <applause> لذلك الحديث عن الامام الباقر عليه السلام يقول ان العبد ليكون بارا وكمان العكس صحيح ليكون بارا بوالديه في حياتهما يعني بحياته عم يصرف عليهم عم يحكي عم يتعامل معهم بالحسنى <applause> ويتعاطى معهم كما يجب ثم يموتان بس يموتوا كانه ارتاح منهم خلص ما عادش له شغل فيهم ولا فلا يقضي عن ثم يموتان فلا يقضي عنهما ديونهما ما عادش بيهتم خلص مثل ما هلا بعض بيقول لك شو الميت شو بده يوصل شو بده ينتفع بصلاه وصام مات خلص في راح مولانا فيما يتعلق بالوصيه ايضا مولانا بعض كذا الابناء هذا. نسالهم مولانا احنا يقول لك انا على والدي صلاه وصيام حينما لا. توزع التركه والورثه لا يلتفتون أحسن. الى قضاء هو كذا هذه... هذا أحسن. ايضا من مظاهر هو, هو نفس ما يذكر هو... احسنتم استاذ نفس ما يذكره هذا الحديث فيقول م. فلا يقضي عنهما ديونهما ولا يستغفر لهما فيكتبه الله عاقا أها. بعد أن كان برا بهما في حياتهما بعد موتهما يكتب عند الله عاقا لأنه مثل ما عم تفضل بيجي والله يا فلان في وصية ما خصني شو بده ينتفع هلا كثير ناس هيك بتفكر بقول لك شو هلا مات شو بعد ينفع صلاه وصيام شو ما ما عمل بحياته ليحضر الانسان شو ليش ما, ما عمل بحياته بده يحملني يعني الي بعد وفاته ويحس بثقل ذلك احيانا الابناء يحسون بثقل ذلك عليهم فاذا ما قضى الديون ومنفذ الوصيه ولا استغفر يكتبه الله عاقا والعكس مثل ما أن احيانا موت الوالدين يهز الانسان وهذه الصدمه توقظه وانه ليكون عاقا لهما في حياتهما غير بار بهما فاذا ماتا قضى دينهما واستغفر لهما فيكتبه الله بارا <applause> يعني هذه كيف يعني بدلنا انه العبره بخواتيم الامور وعواقبها <applause> جعل مستقبل أمر خيرا من ماضيه وخير أعمال خواتيمها وخير أيام يوم ألقاك مش العبرة بعواقب الأمور هذا بيكون بار بعد ما يموت الله كتبه عاق لأجل أنه نسي والديه وهذاك كان عاق يعني كان بار وكتب هذا كان عاق كتبه الله بارا بعد وفاتهما لأجل ما يعني وعى واستيقظ في المسألة مولانا يعني في هذا السياق أريد أن توضح لنا فكرة وهي محل ابتلاء في بعض دول العالم الإسلامي مولانا، فيما يتعلق بما يسمى بدار العجزة، دار العجزة مولانا، أحيانا يعني بعض الأبناء يلجؤون إلى أخذ أوليائهم يعني آبائهم يعني حينما يكبرون في السن إلى دار العجزة، يرمونهم إلى دار العجزة مولانا في دار العجزة. ألا يعد ذلك من العقوق؟ من العقوق ليش؟ والدليل أن العقوق هو كل ما فيه أذية للوالدين. اه معنوية لما معنوية لما في أذية الآن لما الأولاد الأهل ربوا الأولاد يعني وكانوا يعني كان الإنسان حان يعني الولد الوالد أو الوالدة عليه عليهما في صغرهما مم. بيمرض الطفل الوالدين كركب حياتهم يعني وبتتخربط خربطة حياتهم يعني كأنهم يمرضان مع الولد إذا مع الطفل إذا مرض يعني همهم همهما هم, هم, هم الوالدين مع الطفل إذا خرج حتى يعود وما إلى ذلك يعني حياة كل حياة الأهل هي أطفالهم صح أو لا <applause> يا أبنائهم أبنائهم يعني كل حياتهم أبنائهم يضحي لأجل أبناء يسهر يتعب يكد يسعى وبعدين محبة الوالدين صادقة يعني ولا يعيش الا اللي بيصير اب وام احسنت وأب وأم. أحسنت. يعني ما بيشعر مع الوالدين الا لما يصير الانسان اب او ام فمحبه الوالدين صادقه محبه الاهتمام الوالدين يعني حريص كاشد من حرصه على نفسه ولذلك هو بيضحي بتعبه براحته وما الى ذلك لاجل اطفال لاجل راحه اطفال فهذا واضح هذه العاطفه هذه الفطره اللي الله سبحانه وتعالى فطر الانسان عليه فصور انه الآن بعد ما ضحى وبعد ما سهر وبعد ما تعب هالمحبة الصادقة بيجي الابن بعد ما يكبروا والآن الأهل بس يكبروا بده يشوفوا أولادهم حدهم بده يشوفوا بده يشوفوا أولاد أولادهم ثمرات التربية بده يشوفوا الثمرة الاهتمام يعني ما يحتاجه الأب أيها الأبناء ما يحتاجه الأب وما تحتاجه الأم الإشعار بالاهتمام مه. 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 الآن لما تكون قاعد وأكيد نسأل الله يعني أن يعني ان يعني ان يعصمنا من التقصير بحق الوالدين فعلا. لما تكون قاعد حد الاب او الام يعني بدك تقبل عليهما مم. إنسان يقبل عليهما ما يعني ما يشعر انه هو مش مش داير باله لهم مش اهتمام مم. اذا تكلم معك ان تسمعه احيانا نحن الان اذا واحد بيتكلم له ساعه قدامنا زميل او مدير او كذا بتقعد تسمع له تسمعه له غصب عنك بس انه مع الوالدين يمكن ما نتأفف لذلك و... فلا تقل لما... تقل لهما اف اذا ال... الكبير بالعمر عم بتعتع بالكلام يعني مه. عم بيقطش بالكلام او صار يرجف وما الى ذلك احيانا نتنفر وهذا من اكبر الاذيه مه. او يعني عدم من اكبر او افضل تعبير عدم الوفاء مه. يعني من أكبر عدم الوفاء هو هذا أنك تضجر من والديك إذا هو عم يأكل يعني أفرض صار يعني الآن رجع كالطفل الصغير هو عم يرد يمكن يعني تلي حاله بالأكل أحيانا أو هو عم يمشي هو عم يمشي يتعثر رجع يعني كيف حالة الطفل الصغير كيف رباك لذلك من أهم الأمور اللي قرأتها اللي هي تدمع العين يعني تدمع العين أنه عم أقول أنه آه افرض يعني اب عم بخاطب ابنه يعني يا ولدي مثلا اذا رايتني انه عم باكل وعم هيك حط يعني ينزل علي اكله وسخ نفسي وما الى ذلك ما تتافف من تذكر انه لما انت كنت عم تاكل انت وصغير كنت انا مسرور بك او لما امشي واتعثر ما تتعب مني او تتافف لانه تذكر انه لما انت كنت صغيرا وتمشي بهذا الشكل كنت اسر بك واسعد بك وما الى ذلك بدناش نذكرها لحتى ما نبكي سبحان الله فعلا هي ف... يعني ان يشعر الولد الوالد بالاهتمام والام بالاهتمام يقبل عليهما فنصل الى كلامي انا بدي اوصل لشيء استراحته شيء مهم جدا انه يوصل لمرحله ان يضعه في دار العجزه يعني هي باعتبار انها اذيه يعني بحس الوالد ان ولده تخلى عنه لحاله مولانا ما دام في اذيه عزيزة. معناتها هي عقوق نعم هلا لحتى ما نظلم الكل لانه اسئله يعني مساله فقهيه نعم, نعم. يترتب عليها ايضا مساله فقهيه بيسالك أفضل. انه انا م. معش قادر يعني ارعى والدي او والدتي وما في حدا يرعاهم فيني احطهم بدار عجزه احيانا في بعض الاستثناءات صح استثناءات مولانا افرض نعم. ما في ولد يرعاهم ما في قدره ابدا من ناحية وضعه الذهني وضعه الصحي بس بشرط أن يكون دار الرعاية مضمونا ومأمونا وفيه كل شروط الرعاية الصحية والسليمة والمحترمة والتي م -م. تحفظ كرامة الإنسان العاجز والكبير في السن ببعض الحالات الاستثنائية نعم لكن بشكل عام ما دام م -م. فيه أذية وعدم إحسان وعدم يعني بر بالوالدين فبيكون حرام بهالحال صح لا يكون غير جائز جيد سمحت الشيخ يعني فعلا يعني قد وضحتم هذا الأمر يعني فعلا وخصوصا في هذا السياق دار العجزة ومحل ابتلاء ووضحتم الموقف الشرعي وقبل أيضا مولانا ذكرتم أهمية يعني طاعة الوالدين وايضا المهم في ذلك وهو العقوق الحذر من عقوق الوالدين سمعت الشيخ تبقى فقرة الاستفتاحات وايضا بقية محاور نا. هذه الحلقة ان شاء الله نرجئها بعد هذا الفاصل سمعت الشيخ حسين عبد الله اذا اعزائي المشاهدين مستمعين الكرام فاصل قصير ونعود بعده فابقوا معنا عودة معكم أعزائي المشاهدين عبر قناة الإيمان مستمعين عبر أثير إذاعة البشائر ودائما مع فضيلة الأستاذ الشيخ حسين عبد الله أهلا ومرحبا أهلا بكم مجددا سمعت شيخ طبعا مولانا يعني بقي شطر من الحديث حول مسألة الأرحام صلة الرحم بطبيعة الحال الروايات والأحاديث كثيرة جدا فيما يتعلق بصلة الأرحام مولانا صح. ويقال وتعلل تلك الروايات ان في صله الرحم ثواب عظيم واجر ايضا كبير. ولكن مولانا دعنا بدايه نحدد من هم الارحام الذي اوجب الله علينا صلتهم. نعم بدايه هلا بعض الايات عن صله الرحم قال قال تعالى: فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله قدش أهمية صلة الرحم وخطورة قطيعة الرحم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم هذا يترتب على ماذا؟ أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم يعني يفسد في الأرض ومن يقطع أرحامه أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم فهي أهمية صلة الرحم أولا من هم قبل من نقرأ بعض الأحاديث الشريفة منهم الأرحام هم قرابة الإنسان الذين يحسن صلتهم وتقبح قطيعتهم ذلك يعني الذين أمر الله بصلتهم وممن من يرى يعني بدرجة القرابة هي يعني تحديد درجة القرابة هي ممن يرى العرف حسن الصلة وقبح القطيعة يعني خلينا نحدد تفصيلا ليش بنخلي العنوان بالتفصيل الفقهي مولانا يعني, يعني مش فقط العنوان المصادر يعني الوالدان بالدرجة الأولى نعم وبر الوالدين عم نتحدث كنا نعم الأبناء هذه رحم مم. ها الأجداد رحم الجد والجدة من الطرفين هو الأرحام أبناء الأبناء أبناء الأبناء الذكور والإناث هو أرحام الأرحام طيب. عندنا الأخوة الأخوة وأخوات وأولادهم هو أرحام ها والأعمام والأخوال وأولادهم هو أرحم أعمام الأعمام أيضاً, أيضاً فما فوق مولاد جيد يعني بالشكل العمول. الذي يرى العرف هون تحديد الدرجة والبعد من من يرى العرف حسن الصلة بالنسبة لهم وقبح القطيع يعني هؤلاء هم بالتحديد بالمصديق هن الأرحام الذين يجب على الإنسان أن يصلهم آه ولو يعني كيف تتحقق الصلة ولو بأدناها طبعاً مش المطلوب أدناها لكن ولو بالحد الأدنى من أنه يلتقي بهم أن يزورهم في بعض نعم. بين قوسين عفواً إيه قبل فضل. أن نذهب إلى يعني هناك نقطة مهمة جداً فضل. في التعريف سمعت الشيء قبل أن فضل. نذهب عن طرق صلة الله طرق سلطة الوسيلة سلط سلط نعم. مولانا يعني البعض يتساءل مولانا في هذا السياق يقول أنه يعني عائلة الزوجة أو عائلة الزوج أو أبناء العم ليسوا من صلة لا ليس من الأرحام إلا آه إذا كانت الزوجة قريبة من أقربائه لا غير مولانا إيه إذا كانت أجنبية قد تكون هي بنت عم له، بنت خال له هذه هل... هي من الأرحام نعم وصار أهلها وهي وأهلها من الأرحام صار في علاقة الزوجية وعلاقة الرحم أما إذا لم تكن من أرحامه يعني مش قريبة له مش بنت عم وبنت خال مثلا أو بنت عم او بنت خاله نعم. فلا اهله ليسوا من الارحام لكن التواصل معهم حسن من اخلاق الانسان المؤمن أخلاق الإنسان وحسن الحاجة. علاقته بزوجته واهلها مهم. حسن التواصل والحفاظ على هذه العلاقات مهم. هذا من اخلاق الانسان المؤمن بس مش من الصلة يسلل... الرحم هي. الواجبه مهم. نعم فبعض الاحاديث الوارده عن اثار صله الرحم مهم. أو عن أولاً عن صلة الرحم عن النبي صلى الله صلى الله عليه وآله مم. إن أعجل الخير ثواباً صلة الرحم. يعني من الأمور التي فوائدها يعني قريبة مش مؤجلة، معجلة. مم. آثارها وفوائدها ونتائجها تحصل عاجلاً. مم. وأيضاً آه عن فاطمة الزهراء سيدة النساء صلوات الله عليها: فرض الله صلة الأرحام من مات للعدد أو للعدد. مم. هلا ممكن تكون العدد كمان لانه تنمي ليش لانه آه يعني تجعل آه النسل يعني تنمي العدد ولا تقطع يعني آه النسل والرحم طيب وايضا الامام الحسين عليه السلام من سره ان ينسى في اجله النسيء يعني التاجيل الزياده من سره ان ينسى في اجله ويزاد في رزقه فليصل رحمه <applause> يعني صلة الرحم من أهم أثارها زيادة الرزق وطول العمر وبالمقابل قطيعة الرحم من أهم أثارها السلبية قلة الرزق وقلة العمر <applause> والإمام الباقر عليه السلام يقول صلة الأرحام تزكي الأعمال وتنمي الأموال <applause> وتدفع البلوى وتيسر الحساب وتنسئ في الأجل منلاحظ أنه بأحاديث عديدة عم يتركز خاصة على هذين العنوانين الرزق والعمر وطول العمر صله الرحم يعني عم يزاد بعض الامور الاخرى مثل مثلا مثل آه تزكي الاعمال بس دائما عم نلاحظ هذين العنوانين هي الرزق وطول العمر من اثار صله الرحم وايضا صله الارحام تحسن الخلق وتسمح الكف يعني تسمح الكريمه يعني وتطيب النفس وتزيد في الرزق وتنسئ في الاجل، لاحظ هذه دليل انه رجع ذكر هذين الأمر عم يعني يتكرر في كل الاحاديث. وتزيد في الرزق وتنس وتنسئ في الاجل، يعني تطيل العمر. الامام الهادي عليه السلام يقول لما كلم الله عز وجل موسى بن عمران عليه السلام قال موسى الهي ما جزاء من وصل رحمه؟ قال يا موسى انسئ له اجله. واهون عليه سكرات الموت وهذا احوج ما يحتاجه الانسان ان يكون عند ساعه موته يعني حسابه يسيرا وتتلقاه الملائكه بالبشرى كما ذكر القران الكريم وايضا ان يكون عمره فيه بركه وخيرا ويمد الله في عمره هذه كلها من اثار صله الرحم هلا في عندنا بالمقابل يعني عن قطيعه الرحم نفس الشيء طبعًا. عن النبي صلى الله عليه واله ان الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم ما هلا نحن عايشين البلاء بهالبلد وبكثير بلدان دبت يعني الحروب في العالم والنزاعات وما الى ذلك لانه بس الدول الكبرى بس تظلم يعني وتستضعف دول اخرى وتستعمرها يعني مش هن مفكرين انه هذا الامر رح يبقى في الدول الاخرى وما رح توصل النار لعندهم مهم. ما هذه النار التي يوقدونها في الدول الصغيره الصغرى ينهبوا بخيرات وثروات نفط وغاز وما الى ذلك ما هذه النار بدها توصل لانه ما الانسان غافل لا. يعني عنده عفوا من هالتعبير غباء مهم. يعني هذه الدول بتفكر انه انا بشعل الحروب عند غيره وبنهب ثرواتها وانه خلاص حيد عن ظهري بسيط لا هذه الامور كلها ستصل اليهم مهم. يعني مقصودي انه بعض الامور الانسان اللي بيعملها مثل ما عم نحكي عن هذه الدول التي تستعمر وتظلم ويصل وتصل النار اليها ايضا احيانا المجتمع او بلد بيقول ليش عمني الفقر والبلاء والجوع ونقص الثروات مثلا مثل هذا الحديث يعني هذا مثال ان الرحمه لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم والايه القرانيه تقول واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه يعني احيانا بيكون في بقوم بمجتمع انسان ظالم إنسان مفسد إنسان قاطع رحم إنسان والعياذ بالله يرتكب الزنا والفحشاء عادنا الله يعني هذه القوم يعني هو بينهم ويتعايشون معه ولا ينكر يعني وهذه كمان دليل أنه لابد للإنسان أن ينكر المنكر كما حدث الله في قصة أصحاب السبت أنه الله سبحانه وتعالى نجل مش الذين لم يرتكبوا المنكر مع مرتكبي المعاصي الذين اعتدوا في السبت الله سبحانه وتعالى مش فقط يعني نجّى الذين لم يرتكبوا المعصيه لا عمهم بالبلاء لكن نجّى الذين ينهون عن المعاصي مش فقط انه انت ما ترتكب المعصيه هذا المطلوب قد الأمر لا المعروف قد مش بس النهي يعني انت قد لا ترتكب المعصيه مع العاصين لكن تكون في مجتمعهم ولا تنكر عليهم ذلك فالله سبحانه وتعالى يعمك بالبلاء، فنفس الشيء بالنسبة لبر الوالدين، بالنسبة لعقوق الوالدين، بالنسبة لصلة الرحم، بالنسبة لقطيعة الرحم، المطلوب من الانسان المؤمن في المجتمع المسلم في اي مجتمع ان لا يشارك اهل المعاصي بمعاصيهم ولا يشارك الفاسدين بفسادهم ولا ان لا يفعل ذلك واكثر من ذلك ان ينهى مش فقط طبعًا. ان لا يشارك ان يكون ممن يدعو وينهى ويعظ وينصح وهكذا وهذا هو شان الانبياء في اقوامهم طبعًا. وشان الاولياء والمصلحين على مر الزمن. طبعا مولانا تحدثتم الان وتكلمتم حول بركات صله الرحم الفيوضات المعنويه والماديه لي صله الرحم وما ينجم عنها مولانا من زياده في الرزق وطول العمر وما شابه ذلك ولكن مولانا ايضا قد نتساءل عن اسلوب صله الرحم أحسن. الاساليب مولانا لانه يعني الكثير يسالك سمعت الشيخ ويقول انا اصل رحمي عبر الهاتف أي. لا اذهب اليهم لا اشياء احيانا يعني, يعني احيانا لا مانع يعني انه لانه في بعض الاحاديث يعني في العصر الرقميه سمعت آه الشيخ آه في بعض الاحاديث تتحدث عن آه. اقل مثل ما عبرنا قبل شويه عن اقل ما يوصل به الرحم هلا احيانا عبر الهاتف يعد صله الرحم الان وسائل التواصل ما هو اصلا هذه فوائدها، ما هو بدناش نست... تكون فوائدها يعني نستفيد من ايجابيات وسائل التواصل، بل ما تكون يعني مصدر للفساد والفحشاء والمنكر، ما هي الوسائل استخدمها في طاعه الله، أحسب. استخدمها في صله الرحم، مثل هلا بزمن الكورونا الحمد لله هلا خفت بفضل الله عز وجل زمن الكورونا يعني التهنئه عبر الهاتف ووسائل عبر التواصل عبر الفيديوهات كول مثلا عبر وسائل التواصل والتعزيه بالاحزان والاتراح كمان عبر وسائل التواصل فعم تستغل هالوسائل في صله الرحم جيد وفي القيام بواجباتك والتواصل مع اخوانك و بالافراح والاتراح فهذه وسيله مهمه لكن لا يقتصر عليها هون الكلام انه لا يقتصر عليها مش واحد يقول خلاص يعني انا بكتفي بالتليفون وبالاتصال بارحامي ووالدي واقربائي وخلص مش ما بكلف نفسي عناء اني اروح لا الان في بعض الارحام لا تتحقق الصله بالنسبه اليهم بمجرد الاتصال بعض الارحام نعم اذا مثل يعني احيانا حسنات عند قوم هي سيئات عند بموضع اخر يعني بعض الحسنات في موضع هي سيئات في موضع اخر يعني الان انت تتصل بقريب من اقربائك اولاد عم لذلك عبر التليفون هذه منيح بيقولوا والله انسان عم يعتني وعم يتصل وعم يسال بس انك تتصل بالتليفون بوالديك وما تروح لعنده لا سيئه مش حسنه بتصير فعلا واضح فعلا فعلا فلذلك يعني لا يكتفى لابد ان تزور والديك اسبوعيا كل كم يوم بالمناسبات ومش بس الزياره يعني مش فقط الزياره انك يعني سلام عليكم وظهرت لا بدك تشوف حوائجهم تنظر بحوائجهم تنفق عليهم إذا كانوا فقراء محتاجين إنك أفرض ظهرهم معك إذا ظهرت هون بيجي دور كنا عم نذكر قبل شوي بالفاصل تنبهتني على مسألة قلت لك أنا كنت راح أذكرها إنه أحيانا المشاكل مسألة المشاكل العقلية من خلال أحيانا الزوجة لا ما نش نظلم الزوجات كلهم الزوج الزوج أو الزوج هو بالمقابل عادل. نفس الشيء بالمقابل. يعني عادل نكون عادلين أحيانا الزوجة هي اللي بتمنع زوجة بمعنى أن تضع العراقيل أمامه يكون عندها في حقد وهذه مش صفة الإنسان المؤمن، المؤمن إنسان طيب النفس صادق يعني شفاف يعني قلبه طاهر، قلبه أبيض، لا يبغض ولا يحقد الحقد والكره ليس من صفة الإنسان المؤمن إنه الزوجة تكره الزوج بأهله وبالعكس أحياناً الزوج يكرر الآن جن اليوم سؤالين أو أكثر يعني بهال سؤالين وبهاليوم أكثر من سؤال إنه الآن زوجي يمنعني من أن أزور أهلي زوجي بيخليني روح عند أهله وبشهر رمضان وبالمناسبات وما بيخليني روح عند أهلي ليش؟ يعني شو يعني أنت مقدس يعني أنت وأهلك مقدسون والزوج ما إلى دور ما في شو في الشرع فرق بين أهل الزوج أنه هو يوصل أهله وهي ما توصل أهله هذا ظلم هذا يعني عدم هذا أنانية عدم إنصاف وعدم عدل وأنانية وحب للنفس فقط بينما أنت أحب لأخيك ما تحب لي أنت بتحب توصل أهلك ولا ممكن مستحيل انك تقطع اهلك، نفس الشيء بك تفكر بالنسبه لزوجتك، تخليها تزور <applause> اهلها وتتواصل مع اهلها وتحثها على ذلك. <applause> ونفس الشيء الزوجه ما تمنع الزوج من اهله ولا أن ينفق عليهم. ليش عم تنفق على اهلك؟ هذه مشاكل كثير واسئله قد ما بدك. يعني تخيره بين الطلاق او الاهل. ايه انه لا انت بمبنى. اهلك مش بحاجه مش لازم تنفق، احيانا بيكون, بيكون الاهل مش بحاجه، بس الانسان يحب انه يعطي اهله، هذا من البر، من, من ادخال ده. السرور. يدخل السرور على والديه <applause> طبعا ضمن طاقته مش انه يعني دائما بدنا نوازن واضح انه في توازن دائما باحكام الشرع تدخل السرور تنفق على والديك بس مش على حساب عائلتك <تصفيق> 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 طبيع بعد طبيع نعم طبيعي بس بعض الزوجات بيكون عندهم عقدي من هذا الامر او بعض الازواج اذا مرته بتشتغل وبدها تنفق على أهل. عنده عقده لا ما لك حق تنفق على اهلك الا باذنه وبدك تقولي لا ما حره فيه ما لك دخله اذا لها مال خاص بها بدها تصرف على والديها هذا حقها بالتمام وليس لك أدنى حق بأن تمنعها من ذلك لذلك الزواج يعني الحقوق الزوجية مش مسألة أنه إنسان تزوج أمرأة فهو ملكها ملكتك يعني ملك اليمين نعم. مش تزوج أمرأة يعني ملكها هو في حقوق زوجية أنت لك عليها بعض الحقوق اللي الله سبحانه وتعالى جعلها بمقتضى العقد الزوجي نعم. مولانا أيضا سنكمل في هذا الحوار الشيق ولكن نأخذ اتصال معنا من سلطنة عمان الأخت أم غدير سلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا كيف الحال إن شاء الله الله بخير يا رب الله يعزكم ويحفظكم ان شاء الله تفضل كيف كيف شيخنا إن شاء الله يسعد الحج الله يبارك فيكم اهلا وسهلا كل عام وانتم بخير يا رب. بخير. بخير رب بخير ان شاء الله سعد الله تفضل الله أه سؤالنا شيخ هو حول صله الرحم م. يعني مثلا انا اكون خاله او عمه فبالتالي يعني ابن اختي او بنت اختي او اخويا ابن اخويا او كذا يعني مثلا مسجات فقط كل شهرين او كل شهر مسج فقط يعني ما في زياره حتى ما في مكالمه فهل هذا يكفي كصله رحم؟ هاي النقطة الأخرى. زين أحيانا اكو بعض الناس يعني مثلا هم من صلة الرحم لكن يعني ظلموا يعني ظلموا كثيرا وكل ما انت يعني تروح لهم يعني تروح لهذا الشخص من الوجه وحتى تسلم هو ما يرد يصدون هل غادية. يجب مم. هذا يعني نصله لانه مم. ياثر على النفسيه اها فعلا اشكال و... نعم يعني فشكرا شكرا جزيلا على هذا البرنامج الطيب ونسالكم الدعاء شكرا شكرا اليك يا ام غدير شكر موصول لك على هذه الاسئله القيمه فعلا هي محل جدل شكرا لك الأخت ام غدير اولا نجيبها مباشره طبعا السؤال الاول هو بنت الخي او والآن يعني كما قلنا بحسب درجه القرابه وبحسب يعني الاوضاع والظروف الموجوده للناس احيانا يعني ان يرسل رساله عبر الهاتف او اتصال هاتفي يعني كل فتره بحيث يعني افرض هن بمكان بعيد يعني لا يستطيع ان ياتي دائما افرض ببعض المناسبات كالاعياد وبعض المناسبات العائليه يعني اذا دعوه بلب الدعوه مم. اذا كان في اذا التقى معهم لا يعرض عنه يعني احيانا الراي يعني الصله تتحقق بالشكل بالنحو العرفي مم. بما امكن فاذا في بعد مثلا وعم يبعث كل كم يوم رساله يتصل أو يأتي بالمناسبات أو إذا التقى بهم يقبل عليهم يرحب بهم يسلم بإقبال ببسمة بفرح بإيجابية بروح إيجابية بروح طيبة هذا يعد أنه إنسان مش قاطع رحمه يعني هذا مش قاطع الرحم هذا يتواصل مع أرحامي لأنه نحن نعرف ظروف الحياة الآن يعني قد مش مش دفاعا عن من يقلل لكن عم نحكي ما هو الحد الادنى لذلك لاحظ يعني انا عم جيب الحجه الكريمه عن النبي صلى الله هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه واله صلوا ارحامكم ولو بالسلام صلوا ارحامكم ولو بالسلام يعني اذا سلمت الان اتصلت سلمت او بعت مسج يعني رساله سلمت لكن ماذا لا يكفي لوحده بالبعض المناسبات كما قلت قبل قليل وبعض الظروف والمناسبات يعني لابد ان تزور زياره عمل واقعيه مش فقط بالكلام ان تسلم عليهم او ان تبعث رساله، فما دام الانسان بهذا الشكل هو منيح مع قرايبينه لا ينطعد لا يمطعد منهم اذا واجههم او لا يعرض بوجهه جراء بعض المشاكل المقصود افرض في بعض المشاكل بالارث وغير الارث ماديه وما الى ذلك، مشاكل نساء مع بعض رجال مع بعضهم، تجار وما الى ذلك، بصير اذا اصلا يعرض بوجهه يتجنب الحضور حيث يكونون لا يرد السلام، هذا عقوق قطع هذا قطع رحم بالنسبه هذا قطع رحم قطعا مم. اما اذا هو لا هو منيح مع قرايبينه يحبهم اذا التقى بهم يقبل عليهم مم. بيبعت رساله فهذا اسمه عم يوصل رحمه أيوة لكن صار. المهم ان لا يقصر بمعنى كما قالت الحاجة مش انه كل كذا يوم يعني ما دام هو قريب عليهم من أفرد يسكن في نفس المنطقه في نفس الحي مم. كذا عرفية, أحسن. عرفيه يعني يسكن في نفس مم. المنطقه بالحي ما بيكفي انه بس يبعث رساله بده يزور جيد اختصارا للوقت سامحتش نعم. قبل نهايه البرنامج سؤال الاخت ام غدير الثاني يعني تقول احيانا صله الرحم حتى من دم صله الرحم يقابلك مولانا بالعداوه بالعبوس يصدك احسان يعني هذه كل يعني وهذه محل ابتلاء محل ابتلاء كل الحالات اللي من هذا القبيل مم. الحكم الشرعي فيها انه حتى لو قابلك بالعبوس والامتعاض والاعراض عليك ان تستمر بصلة الرحم مم. يعني انت ان تسلم عليه ما سلم عليك بتكون أمت بواجبك امام الله سبحانه وتعالى حتى هذا واجب يعني البيت. هذا مش أوه. فقط انه انت مطلوب منك ان تصل الرحم اذا وصلك، صل رحمك ولو قطعك. يعني مش مطلوب فقط ان تصل الرحم الذي يصلك، لا حتى أوه. الذي يقطعك مطلوب ان تصله. حتى مع بعض الناس بيقول انا بروح عند امي، عند والدي مثلا ما بيعاملوني منيح، عند اخوتي ما بيعاملوا مش مشكله ما يعملوك منيح. انت بالعكس انسان بيكون روحيا مسرور له لانه قام بواجبه. وانت افضل منهم عند الله سبحانه وتعالى هن امتعضوا هن اعرضوا هن معطوك كوج بس انت لازم تكون مسرور الانسان يعني كمان انسان المؤمن هيك في يعني روحيه خاصه وفي ميز وصفات خاصه الانسان المؤمن انه والله واحد اعرض عني ما بتضايق بقول له السلام عليكم كيفك كيف الحال مرض مش انا أمت امتى امام الله هل مره مرض مره ثانيه مره ثالثه وكما يعني كما قال عز وجل ادفع بالتي هي احسن فاذا, الذي بينك من حين نلتفت لاي احيانا ننسى يعني احيانا نعرف الايه لكن ننسى معناها نغفل عنها يعني مقصود مم. ادفع بالتي كلام واضح ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم هي بالنسبه بشكل عام في فبشكل احرى بالنسبه للرحم مم. مم. واقلع الشر من صدر غيرك معروف كلام امير المؤمنين عليه السلام بقلعه من صدرك يعني أنت كن طيب القلب صادقا يعني واصلا لرحمك هذا ينعكس يعني على الآخرين تأثيرا إن شاء وفعلا شاعره. كما قلتم سمحت الشيخ أن الإسلام العظيم المبارك يدعو إلى صلة الرحم يدعو إلى البر بالوالدين لما له كما تفضلتم من الآثار الجيدة والآثار المادية والمعنوية وأيضا تعزيز روابط المجتمع سمحت الشيخ أنا في نهاية هذه الحلقة أشكركم شكر أحسن. سمعت الشيخ حسين سمع عبد الله على هذه الإفاضة الطيبة كما أشكركم أعزائي المشاهدين مستمعين عبر أثير إذاعة البشائر على حسن المتابعة والانتباه وعلى أمل أن يتجدد معكم اللقاء إن شاء الله في حلقات قادمة إلى ذلك الحين دمتم بأمان الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله السلام. وبركاته